إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما ناقشت معكم في تيك توك سروال البيجامة في اللايف، اليوم غادي نناقش معكم في القناة ديالي في اليوتيوب. إذن دورة الأرداف، داكشي اللي لقينا في دورة الأرداف هو باش غادي نخدمه. مثلا تلقينا عندها دورنا دورة الأرداف، أخذ المقاسات راه وريتها لكم في واحد الفيديو. دورنا لها على الأرداف ديالها أعلى قمة فين كيكونوا عندنا باش كناخدو لي ميزيو. لقينا 100 100 قسمناها على 4 وعطتنا 25 سنتيم. إذا 100 مقسومة على 4 عطتنا 25 سنتيم. إذا لاحظوا معايا في هذه القسمة، هذه 4، هذا 25 هي اللي غادي نخدموا بها الموضوع ديالنا إن شاء الله بإذن الله. إذا أول حاجة غادي نقسم الباترون ديالي على 2. إذا على بركة الله غادي نفصلو على 2. الجزء الاول غادي نخدم فيه الامام، والجزء الثاني غادي نخدم فيه الخلف ديالي. اذا قسمت الباترون ديالي على 2. اذا وغادي نحاول ما امكن ناخذ المقاسات ديالي اللي قلنا ان دوره الارداف مقسومه على 4 تساوي 25 سنتيم. هاد 25 سنتيم غادي نعمل بها مربع العمليات كالقاعدة اللي كنعمل في الجاي. إذا غادي نتراسي مربع العمليات بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ المثلث ديالي ونعمل قائم زاوية قائمة أونجل 90، ونخط خط مستقيم على هذا الشكل، والخط الثاني عموديا على هذا الشكل. إذا باش نزيد نوضح لكم، 25 سنتيم، وهاد 25 سنتيم راه مقسومة، الأرداف مقسومة على 4 باش ندير مربع العمليات. الربع ديال دورة الأرداف لي هونش هو باش غادي ندير هاد المربع هذا على هاد الشكل، وتساوي الأضلاع 25 25 25. للمزيد من التوضيح، دورة الأرداف 100 سنتيم مقسومة على 4 عطاتنا 25 سنتيم. إذا 25 سنتيم هي اللي عملنا مربع العمليات، مربع العمليات لإنجاز هاد السروال ديال البيجامة. إذا وغادي ناخدو الطول ديالنا، اللي هو الطول اللي غادي نوضعو أمامكم الآن. غادي نحددو الطول ديالنا بدون إضافة الخياطة لأن هذا باترون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا غادي ندير زاوية قائمة في الخط الأسفل ديال الرجل ديالي، طول حددت الخط الطول. إذا دورة الرجل غادي نحدد فيها، غادي ندير فيها الربع ديالي 25 سنتيم 25 سنتيم 25 سنتيم. إذا غادي نوضع 25، هادو كلهم خطوط البناء، مازال ما دخلناش عليهم تغييرات. وغادي نحط واحد الخط مستقيم باش يكون عندي خطان متوازيين بالنسبه للطول. بعد ما نهي الموضوع ديالي، غادي ننتقل الان بكم للبحث على الفرشه الاماميه. والفرشه الاماميه لا توازي الفرشه الخلف، الفرشه الخلف كبيره على الامام والامام صغيره. اذا هنايا هي الفرشه الامام اللي غادي نخدمو دابا، وكيفاش غادي نديرو القوام. إذا كيفاش غادي نديرو القلق هو الموضوع ديالنا. إذا في الطريقة لإيجاد لا فورش دو دوفون، دورة الأرداف لقينا فيها 100 مقسومة على 4 هي 25 سنتيم، 25 سنتيم مقسومة على 5 تساوي 5. هاد 5 راهي قاعدة باش نلقى هاد العدد سواء للأطفال أو الكبار. 25 مقسومة على 5 كتعطيني 5 سنتيم، هادي هي القيمة ديال لافورش ديال الأمام اللي غادي نرسم معكم الآن. إذا غادي ناخد 5 سنتيم على هاد الشكل. إذا وغادي نتراسي بهاد الشكل هذا 5 سنتيم. إذا حطيت 5 سنتيم من هاد النقطة لهاد النقطة، غادي ندير نقطة تصاعدية اللي فيها 5 سنتيم. غادي ناخد 5 سنتيم أفقيا على هاد الشكل هذا، ونجيب البيستولي ديالي أو البيلوكي على هاد الشكل هذا، ونلاقي النقطتين 5 ديال الأفقية والعمودية على هاد الشكل هذا. إذا هنايا
لا فالور دو لا سونتور، قيمه ديال لا سونتور ديال 8 سنتيم ما خليتهاش، نظرا لان الثوب ما غادي يقدر يكون ما كافيش ونضيف الحزام ديالي. من بعد غادي نشرح لكم مزيان في الترافو رياليزي منين نكونو كنخيطو الا كان ناقص ليك الطول وكيفاش ديفي الطول. اذا حاليا خصنا نركزو غير على التصميم ديالنا حنايا. اذا لاحظوا معايا غادي ندخل هنايا ب 3 سنتيم في خط الحزام على هذا الشكل هذا باش ما يجينيش بومبي في الامام منفوخ عليا ويدير ليا الحجر. اذا على هذا الشكل هذا لاقي 3 نقط. اذا هنايا ما غتكونش عندنا الخياطه كما قلت لكم، سروال البيجاما ما غتكونش عندنا الخياطه، ولكن ضروري خصنا ندخلو بثلاثه. اذا غادي نحددو دوره الرجل شحال بغينا في البالما ديالنا. اذا غادي ناخدو 25 مقسومه على 2 لو ان دومي غتعطينا 12.5. 12.5 هي اللي يمكن لينا نديرو في السليماج باش نسليمي السروال، ميمكنناش نهبطو قل من 12، 11 ولا 10 ولا شي حاجه غادي يعطينا السروال مفتول. ولهذا كننصحكم غادي يعطيها لينا مفتول على هذا الشكل هذا، ولهذا كننصحكم 12 الا بغيتو سليم العدد ديال الارداف مقسوم على 4 ثم على 2 والعدد اللي عطانا هو اللي غادي نديرو به السليماج. ولكن هنايا في البالما تحت واش اجباري ولا اختياري هذا العدد، كيبقى لكم يكون اختياري لكم، غير ممنوع تدخلي به لداخل قل من 12. وغادي ناخذ واحد الخط ونسطر بالمسطره على هذا الشكل هذا، ريت ما دخلت عليه تحسينات ندير لي ديغراداسيون ديالي. لي ديغراداسيون باش ندخل لداخل هو بهاد ونقاد هاد البلاصه تكون مقاده ليا مزيان، وندير هاد الغون ديالي باش ما يجينيش من فوق ما بين الرجلين على هاد الشكل هذا. اذا وغادي نترسي بهاد الشكل هذا، وغادي نجيب المسطره ديالي في اعلى قمه باش ما يجينيش من فوق هنايا. غادي نجيب اعلى قمه في ديك الغون هنايا وغادي نحطها ونقادها مع النقطه ديال الاسفل في المقاس ديالي الاختياري اللي درت في البالما، يا 15 يا 16 يا 20 الا كاين الاختيار. اذا درنا الامام ديالنا، غادي نحاولوا نديروا الخلف ديالنا بلون اخر الجهه الثانيه. اذا نفس الخطوط، غادي ناخذوا هذا الخط ديال لي هونش هو الاساسي، الخط ديال البالما ديالنا هو الاساسي، والخط ديال الحزام هو اساسي. لاحظوا معنا مزيان، الان غادي ندير 25 سنتيم اللي درت بها هذا المربع هنايا، الى عقلتو درت من هنا لهنا 25 25 25 25. نفس الشيء هنايا غادي ندير، غادي ندير 25 25 ها هي 25 على هذا الشكل هذا. نفس الشيء نتراسي المربع ديالي على هذا الشكل، ها هو نمشي لهنايا ندير 25 شحال كنا درنا هنايا عدد الاختياري، ما درناش 12.25، درنا 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر في الخلف غادي نضيفو 2 2 في جميع المقاسات كنضيفو 2 في لي بونطالون الخلف لا يوازي الامام. اذا هذا غتفصلو مباشره في التوب بلا ما تزيد لافالور ديال لا كوتور، تقدري تزيديها هنايا احتياطا ولكن هنايا ما تزيديهاش، غادي نديروها في الخلف. اذا 15 16 17 زائد زائد 2 سنتيم، زدنا 2 سنتيم هنايا. غادي نجيو لا فورش دو دوفون هنا، لا فورش د الخلف، غادي نجيو للفرشه د الخلف. هاد الخط الفاصل علاش درنا هكذا؟ لان الخياطه ما غتكونش عندنا في الوسط. بو انا ضفت واحد الورقه هنايا على هاد الشكل هذا، غادي نجيو نديرو لا فورش ديال الخلف.
إذا فرشة الخلف عندنا 25 سنتيم، عارفين منين جبناها، 25 سنتيم مقسوم على 2 هي 12.5. هاد 12.5 ناقص 2 هي 10.5، هي اللي غادي نعمل هنا ناقص 2. إلا ما درتيش ناقص 2 غادي تلقاي شي حاجة أخرى. المهم حاولوا تسيو وتشوفوا 10.5 10.5. غادي نشد المسطرة ديالي على هاد الشكل هذا وغادي نمشي مباشرة لهاد 15+2 هي 17 على هاد الشكل، وندير هكذا، نجي نحفر نفس الشيء اللي حفرت في الأمام غادي نحفرو في الخلف على هاد الشكل هذا. قلت لكم غادي نساوي هذا مع هكذا على هاد اللاكس هذا ونحط على هاد الشكل وندير هكذا. من بعد ما درت هكذا في هاد الدورة هنايا غادي نشد أعلى قمة ديال هنايا ونلاقيه مع هنايا على هاد الشكل هذا. إذا لقيت هذا داير على هاد الشكل هذا، غادي نشد 10.5 اللي كاينة هنايا، غادي نطلع بها لهنايا 10.5 على هاد الشكل، وندخل هنا 3 سنتيم على هاد الشكل هذا. ناخد البيروكي ديالي أو البيستولي كل واحد كي كيسمي، ونقاد على هاد الشكل، نحاول نقاد لي 3 بوان على هاد الشكل هادو، هاد النقاط الثلاثة على هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا دابا هذا هو البنطالون ديالي، غادي نقطعو على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل، ولكن في القطع هنايا راه ما خليتش 8 سنتيم، غادي نخليها في الثوب. علاش أستاذ كنتي تدير معنا من الأول 8 سنتيم هنا اللي غادي نطويو في لاستيك، ولكن لا قدر الله وشريتي غير متر الثوب عجبك وما لقيتيش الطول، اشنو غادي ندير؟ غادي نوريكم اشنو غادي ديروا في الجزء الثاني. اذا هذا غادي نعتبره الجزء الاول، غادي نقطع الباترون ديالي على هذا الشكل، الدرس هذا على هذا الشكل. هنايا راه حفرته وهون، اذا هذا غير الباترون تي بي في ترافو رياليزي، غادي نحاول ما امكن نقربكم الشروحات الاضافيه، الشروحات الاضافيه. اذا هنايا ما خليتش لا سينتور ديالي، الا درتيه كدا عاد طويتي لاستيك ما غاديش يجي، غترمي الثوب اعذر من اندر. اذا هذا ما فيش الخياطه في الجنب الاخوات، وكرر الجزء الاول والثاني اللي شاف هاد الفيديو عن طريق الصدفه، غادي تلقاي في اخر الفيديو البونطالون الشرح ديالو ان شاء الله، و تي بي ديالو ترافو رياليزي. اذا الاخوات غير باش تكون عندكم فكره، هاد السروال ديالنا على هاد الشكل هذا. اذا نتمنى يكون هذا الدرس مثير ومشوق بالنسبه لكم واستفدتوا منه. اذا حتى حنايا كنطالبوا منكم باش نستافدوا منكم اللايك والتعليق ديالكم، وتضغطوا على الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله. حاولوا تبارطاجيو معنا باش نوصلوا ل 100000 ابوني، ولكم جزيل الشكر. اذا ترقبونا في الحلقه الثانيه ان شاء الله باش غادي نديروا الترافو رياليزي ونديروا الفينيسيون ديالو ونديروا كاع الشيء اللي راهو يدير لنا المشاكل، نشوفوا شنو غادي نعملوا فيه. وهذا السروال يمكن لك تنجزيه في 4 ساعات صالة ديالو الخياطة ديالو، وهذا كيبقى لكم كباغي. إذا ما تنساوناش بلايك والتعليق ديالكم والاستفسارات ديالكم كنتقبلوها، واللي بغى يتواصل معنا غادي يلقى الرقم ديال الفيديو أعلى الصورة أعلى الفيديو إن شاء الله. إذا أستودعكم في أمان الله وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.